برجك بالصحة. برجك بالصحة. صباحكم مزيان بالصحة مليان. أي عدلي الموجة شوية وركز لي مع برجك في هالصبحية. الحمل عندك دفع قوي باش تحقق أهدافك وتوصل نجاحاتك وتحافظ خاصة على مواردك المالية يا حمل. الثور قاعد تلوج على راحتك وسلامتك النفسية في علاقاتك مع الشريك وهذا من حقك يا ثور. الجوزاء الأيامات قاعد تحاول تسيطر على شريك حياتك وهذه حاجة تنجم تخلي العلاقة من بيناتكم متوترة، حاول تعمل أكثر على الكوميونيكاسيون اللي ما بيناتكم يا جوزاء. السرطان بعد الفغل اللي عملته بعد المجهودات الواضحة لهنا تنجم تتهنى وترتاح، خاصة اللي عملته مش الناس الكل قادرة تعمله يا سرطان. الأسد قاعد تستعد لانطلاقة جديدة في حياتك العاطفية، الأوضاع العامة إيجابية خاصة على الصعيد المادي والمهني، إن شاء الله ديما فرحان يا سيد. العذراء حاول تتجنب أي حالة من الشد والجذب والمشاحنات مع شريك حياتك ولا الناس اللي أنتوغي بيك باش هكا تتفادى أي حساسيات يا عذراء. الميزان التركيز اللي عندك على الصعيد المهني ينجم يخلق فجوة كبيرة بينك وبشريك حياتك، هذاك علاش لازمك تعرف كيفاش تخلق البالانس يا ميزان. العقرب الفترة هذه المنصوح بيه انه تهتم أكثر بوضعك المادي ووضع خطة بديلة باش تلقى بها سورس أخرى للأموال يا عقرب. القوس تنجم تكتشف عن طريق الصدفة حاجة مخبية عليك عندها مديدة، أما زيدة تنجم ترجع عليك برشة إيجابية يا قوس. الجدي قاعد تخدم وتحاول أنه تحسن علاقتك بشريك حياتك وخاصة تلقى لغة حوار جديدة وتفاهم ما بيناتكم وهذا يرجع عليكم برشة إيجابية يا جدي. الدلو قاعد تعمل في مجهودات كبيرة باش تغير وضعك المهني والمادي، ما عليك كان تتحلى بالحذر بما أنه المصروف اللي عندك زيد على حده يا دلو. الحوت تتبدل الأوضاع تدريجيا وتبدا في الدخول في تحديات كبيره في خدمتك، ركز مليح وما تخلي حتى شيء ينجم يشتت لك افكارك يا حوت. هذا برجكم بالصحه لليوم، نور تقول لكم ان شاء الله صبحكم بنين وبكل طاقه وفيتامين. برجك بالصحه. برجك بالصحه.